يقول عباس محمود العقاد: أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي. موعد ثقافي كبير يجدده معرض الرياض الدولي للكتاب مع عشاق الثقافة وطلاب المعرفة وأولئك الذين يعيشون بالقراءة ويكبرون معها ويزهرون بها. هذه حلقة خاصة واستثنائية من يا هلا، تأتيكم بكاملها وبكل تفاصيلها من هنا، من أرض الحدث الثقافي الأكبر المنتظر، معرض الرياض الدولي للكتاب. أستضيف فيها الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان. دكتور، حياك الله معنا في يا هلا، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. العفو، وشكرا لهذه المقدمة الجميلة، أعتقد أنت خير من يقدم برنامج عن معرض الكتاب. شكرا لك دكتور، واحنا سعيدين حقيقة أن نكون اليوم، يعني خلني أفضفض شوي أنه أنا مبسوط ترجع أجواء المعرض والكتاب. شكرا لكم أنكم عدتونا هذه الأجواء. الله يسلمك، شكرا لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذا المعرض، شكرا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إدخاله لهذا المعرض ضمن لجنة الفعاليات الوطنية واعتباره حدث وطني، وشكرا للأمير بدر بن عبد الله الفرحان آل سعود وزير الثقافة الذي إلى هذه اللحظة ما زال يتابع الترتيبات النهائية للمعرض بكل دقة. جميل دكتور، خلنا نتكلم شوي عن استعدادات ما قبل المعرض. متى بديتوا تستعدوا؟ وضع البرنامج الثقافي، تشكيل فريق العمل بالكامل. قصة فيها يعني بعض الدراما، لأنه إحنا بدينا الاستعدادات من سنتين تقريبا، وكنا يعني نستعد لمعرض الرياض الدولي للكتاب عام 2020، ولكن للأسف أتت جائحة كورونا، وفي أوج استعداداتنا لإطلاق المعرض تم إلغاؤه قبل انطلاقه بحوالي شهر. كان موضوع يعني جدا مؤلم بالنسبة لنا، لكل من ينتظر معرض الكتاب، وبالنسبة لنا احنا كهيئة الأدب والنشر والترجمة ووزارة الثقافة كونه النسخة الأولى التي ستشرف عليها وزارة الثقافة. تم تأجيل المعرض إلى السنة، إلى بداية سنة 2021 تقريبا في شهر أبريل، ولكن الأوضاع ما كانت يعني تحسنت بشكل كبير، وما زالت الجائحة تتجدد، والموجة الثانية منها كانت يعني قد بدأت، فتم تأجيل المعرض للمرة الثانية إلى موعده الحالي الواحد أكتوبر. واحد أكتوبر السنة. فتأجيلين والكثير من العمل والاقتراب من الموعد، ثم التأجيل كان يعني شوية مربك بالنسبة لنا، ولكن زادنا شوقا وتصميما على أن نقدم نسخة استثنائية من هذا المعرض هذه السنة إن شاء الله تكون استثنائية بهذا المسمى، وهذا ما نتوقعه. في المرحلتين اللي أجلتوا فيها، كنتوا ترجعوا تبدوا من جديد ولا تكملوا على ما سلف؟ كنا نضيف على ما بدأنا فيه، يعني الحقيقة كانت حولنا مشكلة التأجيل إلى فرصة لتحسين ما نستطيع أن نقدمه في هذا المعرض، فأضفنا إليه الكثير مما لم نكن نخطط أن يكون ضمن برنامج المعرض في عام 2020. جميل، هذا ما قبل المعرض. وصلنا إلى اختيار العراق، لماذا العراق؟ طبعا العراق كان يعني مفاجأة سارة جدا، أن سمو وزير الثقافة الأمير بدر أثناء لقائه بالوفد العراقي ومعالي وزير الثقافة العراقي قرر أن يكون العراق ضيف شرف لمعرض الرياض، وعندما تم وصلنا التوجيه بذلك كان يعني من أسعد الأخبار. وعندما أعلن عن اختيار العراق كضيف شرف كانت ردة الفعل من السعوديين سارة جدا، رائعة جدا، حماس كبير، لأنه يعني من أكثر الدول العربية والجميع فيهم خير وبركة، الذي يمكن أن تقرنه بالثقافة وبالأدب وبالتراث وبالجمال وبالموسيقى وجميع الفنون والعراق. ولا شك أن العراق الشقيق يعني يظل دائما في قلوب السعوديين، مثل ما أن السعوديين في قلوب العراقيين، فنحن يعني في أشد الشوق للقائهم في أروقة المعرض بإذن الله. عظيم. أيضا في الاستعدادات ما قبل، كيف تصف لنا رحلة التنسيق والتواصل مع الناشرين، مع المشاركين، مع الدور، وبالذات مع جائحة كورونا وما عصفت به؟ طبعا أخي مفرح، إقامة أكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية في وسط جائحة كورونا هو تحدي كبير جدا جدا، ولكن من الأشياء التي كانت تعزز من يعني عزيمتنا وتشد من أزرنا، استشعارنا لما مر به الناشرون في العالم العربي من مشاكل وآلام وأضرار بسبب الجائحة. صناعة النشر في العالم العربي
تمر بتحديات كبيرة خلال العقود الماضية بطبيعة الحال، تحديات خاصة بهذا القطاع تحديدا وليس لها علاقة بالاقتصاد بشكل عام. فغياب معرض كتاب أو معرضين أو ثلاثة قد يضر بالناشر ضررا عظيما، فما بالك بجميع معارض الكتب التي ألغيت خلال العام 2020 بسبب كورونا. وصل الوضع بكثير من الناشرين إلى يعني مستويات سيئة جدا، فكنا نستشعر أنه معرض الكتاب، معرض الرياضة الكتاب يجب أن يكون المعرض الذي يعيد لقطاع النشر العربي صحته وعافيته ويحقن فيه دماء جديدة من أجل أن يقف على قدميه مرة أخرى، ومن أجل أن يعني يمارس عمله مجددا في نشر الثقافة والمعرفة. جميل دكتور، أثناء حديثك كنت يعني تقول أنه نحن نستعد لأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية، أنتم تعنون فعلا هذا الهدف؟ نعم، هو كذلك كما ترى الآن معرض الكتاب هو ضعف معرض آخر معرض كتاب أقيم في الرياض عام 2019، مساحته الضعف، عدد الناشرين الضعف، برنامج الثقافي الضعف، وعندما أقول الضعف لا أقصد الكم فقط، أقصد الكم والنوعية أيضا، لأن هذا ما يعنينا تماما وهو ما يعكس المعايير التي نعمل فيها. وزارة الثقافة يجب أن تكون على أعلى المعايير، لأن يعني هذا ما يليق بوزارة وليدة وناشئة ولديها مهمة كبيرة تجديد الروح في المشهد الثقافي السعودي. جميل، إذا دخلنا لبعض الإحصاءات، يعني إحنا نتحدث عن مشاركين من 28 دولة تقريباً. 30 دولة، عظيم. طبعاً كانوا 28، زادوا دولتين مؤخراً، يعني الحمد لله الإقبال مستمر على المعرض حتى آخر يوم. عظيم جداً، وهذا يخليه استثنائي، يمثلون تقريباً 5 قارات. نقدر نتكلم عن دور النشر، كم عددها تقريباً المشاركة؟ لدينا حوالي 850 جناح، وهذا ما يعني جناح ما تكفي، يعني ما تسمح به سعة المعرض، ولو أن الطلبات كثيرة جدا. دور النشر عادة تأتي ممثلة بدارين أو دار، لأن ليست كل دور النشر في العالم العربي قادرة على حضور المعارض، أحيانا قد تكون التكلفة مرتفعة على دار النشر فتوكل دار نشر أخرى لحضور بدلا منها. فنحن يعني نستهدف أن يكون عدد دور النشر يتجاوز 1000 دار نشر بإذن الله بعد اكتمال وصول الناشرين إلى المعرض والبدء في فرز الوكالات التي يحملها كل ناشر، ووقتها نستطيع أن نعلن الرقم الدقيق والنهائي لعدد الناشرين الذين حضروا إلى معرض الرياض الدولي للكتاب. ولكن أريد أن أركز على نقطة مهمة جدا، رغم المساحة الكبيرة الضعف التي توصلت إلى الضعف مساحة المعرض السابق، كان لدينا هاجس أساسي وهو إتاحة أكبر قدر من هذه المساحة لدور النشر، لأنه هذا يعني معرض تجاري لصناعة النشر، والغرض منه أن تستفيد منه دور النشر قدر المستطاع. في السابق كان كثير من العارضين وكثير من الناس اللي يعني يحضرون إلى المعرض ليسوا دور نشر، كانت يعني أنشطة ثقافية مختلفة، جهات حكومية، هيئات ومنظمات دولية وغير ذلك من الأنشطة التي كانت ترى في معرض الرياض فرصة لإبراز موجوداتها ومبادراتها وأعمالها ومشاريعها. حصرنا حضور المعرض في هذه السنة على دور النشر التجارية فقط، في محاولة منا لاستيعاب أكبر قدر منهم من المحيط إلى الخليج، لأجل أن نستفيد كل ناشر عربي تضرر من جائحة كورونا. إضافة إلى ذلك استضفنا دور نشر عالمية لأول مرة تجد السعودية، وما تبقى من يعني مساحة كانت تعطى للجهات الحكومية أو المنظمة الدولية التي تمارس عملية النشر. حلو، وأنتم تعلنون الهدف التجاري، أنه دور النشر هدف تجاري بطبيعة الحال، أن أنت إذا قبل أن يكون ثقافي، إذا كان عندك صناعة نشر متطورة فعندك مشهد ثقافي حيوي، هما مرتبطان بطبيعة الحال. منذ أن اخترعت الآلة الطابعة أصبح هناك تأثير مباشر على الثقافة ونشر المعرفة على مستوى العالم، وهي كانت نقلة نوعية. فكل معرض كتاب هو يهدف في الأساس إلى تحفيز ودعم صناعة النشر التي بدورها تسهم في تعزيز المحتوى الثقافي والمعرفي والعلمي. عظيم. إعلاميا هناك حديث عن ما يزيد عن 1,000,000 عنوان سيكون حاضر في المعرض، تصادق على هذا العدد؟ وما زلنا نحصي طبعا بطبيعة الحال، ما زلنا نحصي طبعا. احنا يعني نتمتع في معرض الرياض الدولي للكتاب يعني انفتاح كبير على جميع المعارف والعلوم والتوجهات والأفكار، ولا يوجد هناك يعني مضايقة للناشر في نوعية الكتب
وعددها التي يحضرها إلى المعرض، وبالتالي يتمتع المعرض الرياض عبر يعني عدة سنوات، يعني حتى من الأعوام السابقة التي نظمها أشخاص آخرون كان هناك محاولة لأن يكون المعرض الرياض أكثر انفتاحاً من الأعوام التي تمتلك ذلك. يعني هذا يعني أنه إحنا وصلنا المليون عنوان. نعم، وما زلنا نحصي زيادة إن شاء الله، يمكن زيادة. عظيم. مستوى الرقابة على العناوين والكتب كيف راح يكون في المعرض؟ أستطيع أن أقول لك يا أخي مفرح أنه هو أقل مستوى رقابة يعني في تاريخ معارض الكتب السعودية. أقل؟ أي، وأنا أكاد أقول أن هي رقابة منعدمة تقريبا. الرقابة الموجودة في معرض الرياض للكتاب تركز على محاور أساسية. أولا الملكية الفكرية، وبالتالي تمنع الكتب التي تسرق أو تنتحل ملكية فكرية لدور نشر أخرى حسب قوائم معدة مسبقا. الأعمال التي تسيء بشكل مباشر إلى يعني كيانات أو أشخاص بما يخالف أنظمة النشر وقوانين المطبوعات في العالم كله وليس في السعودية فقط، بالإضافة إلى يعني الأعمال التي تكون محرضة على ممارسات سيئة كالإرهاب وغيرها. سوى ذلك يستطيع كل من يزور المعرض أن يأتي ويتأكد بنفسه عن وجود عناوين موجودة في الرياض قد يكون يعني من المفاجئ لهم لو أنهم زاروا المعرض قبل سنوات أن يجدوها موجودة على الأرض. من المفاجئ. نعم. فكرة أو المحور الأخير فيما قبل المعرض مكان جديد، جهة أيضا جديدة. إحنا تعودنا مثلا أن وزارة الثقافة والإعلام سابقا هي تتولى تنظيم المعرض، اليوم وزارة الثقافة، كيف تشوفون هذا التحدي المكان والجهة؟ يعني هو تحدي جميل، هو فعلا تحدي. الوزارة يعني تقريبا جديدة، هي أحدث وزارة أنشئت. الاختصاص انتقل من وزارة الإعلام، وبالتالي هو جديد نسبيا. سقف التوقعات في المملكة العربية السعودية، انت شايف من 5 أو 6 سنوات سقف التوقعات يعني تضاعف عدة مرات. أصبح الجميع المتلقي في السعودية لا يقبل إلا بالأفضل والأفضل، سواء على المستوى الثقافي، على المستوى السياحي، على المستوى الترفيهي، على مستوى يعني التراثي، على مستوى العلمي. صار هناك توقعات، سقف توقعات مرتفع جدا، ونحن نريد أن نكون على يعني قدر هذه المسؤولية، ونقدم فعلا محتوى يليق بالمواطن السعودي والضيف الزائر من الدول الأخرى، من أجل معرض كتاب ينافس، يسهم في دعم صناعة النشر، يسهم في تعزيز مكانة المملكة الدولية، يسهم في تحويل الثقافة إلى نمط حياة، يسهم أيضا في الازدهار الاقتصادي في واحد من أهم القطاعات في المملكة العربية السعودية كان يعاني من تحديات كبيرة. فهذا المعرض بشكل عام عنده جملة من الأهداف يريد أن نحققها، وهي نصب عيوننا عند كل ما نقوم به أثناء التخطيط لهذا المعرض. جميل. دكتور تسمح لي أخذ فاصل أول في حلقتنا ونرجع نكمل حوارنا وننتقل لمرحلة المعرض نفسها إذا تسمح لي. قبل هذا الفاصل، مما ذكر الدكتور محمد حسن علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة أن الرقابة في هذا المعرض على الكتب ستكون هي الأقل في تاريخ الرقابة الكتب في المملكة العربية السعودية، وأن هذا المعرض سيكون استثنائي والأكبر لأنه ضعفي المساحة أو ضعف المساحة، ضعف البرنامج الثقافي، وضعف كل ما سيقدم فيه كمًا ونوعاً. وأيضاً يقول إن صناعة النشر متطورة، يعني مشهد ثقافي أكثر تقدم. أنا أشوفكم بعد الفاصل. حياكم الله مجددا في هلا. هذا الحديث ما زال مستمرا معكم في هذه الحلقة التي نخصصها بالكامل لمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي ينطلق اليوم في حفل افتتاحه، وغدا سيكون متاحا للزوار. ضيفي في هذه الحلقة هو الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان. أرحب فيك مجددا دكتور. حياك الله استاذ مفرح. نجي للمعرض الآن. اللي في بيته جالس يشوف الحلقة وجالس يشوف التسويق للمعرض والنشر، لما يجي إيش اللي ينتظره؟ إيش حيشوف؟ طيب، أول شيء ينتظروا الهدف الأساسي لزيارة المعرض، ينتظروا 1000 دار نشر تقريبا ممثلة في هذا المعرض،
العديد من العناوين الجديدة. طبعا قد لا يعني يعلم البعض أنه أثناء أزمة كورونا تحديدا التي قاربت على سنتين، معدل الإنتاج الأدبي لا سيما في السعودية ازداد. ربما من الانعزال في البيت الناس عكفوا على إكمال مشاريعهم الكتابية، فأصبح لدينا العديد من الكتب التي نشرت ولم يكن هناك معرض كتاب لتتاح فيه للجمهور. فالآن تصادفهم الكثير من العناوين الجديدة التي تطرح لأول مرة في معرض الكتاب. أيضا لدينا برنامج ثقافي، يعني حاولنا قدر المستطاع أن نجعله متنوعا على كافة المستويات. أولا نمثل أكبر عدد من قطاعات الثقافة، مثل الأدب مثلا في الأمسيات الشعرية والندوات الحوارية، التراث، الموسيقى، الأزياء، حتى الطهي الحي راح يكون هناك ورش عمل موجودة. نعم، موجودة في داخل المعرض لأول مرة. سيكون هناك طهاة عالميون ومحليون يقدمون أعمالهم وأمام الجمهور مباشرة. ونعزمك كذا حب تتذوق ذواقة، يمكن هذا الدور يا ليت أول شيء تشوف الكتب وهذه وبعدين نروح ناكل. طبعا يعني لا يخفى الجميع أنه كتب الطهي والوصفات تعتبر من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم، باختلاف الـ يعني الـ الأذواق والدول والخلفيات الاجتماعية والثقافية. هذا راح يكون حاضر إن شاء الله بإذن الله في المعرض. سيكون هناك لإحبابنا الأطفال، يعني ركن، يمكن كلمة ركن تصغر ولكن هي مساحة كبيرة جدا للأطفال في معرض الكتاب. سيكون هناك حضانة حتى لترك الأطفال تحت رعاية المسؤولين في المعرض بينما يستمتع ذويهم بالتجول في المعرض. سيكون هناك مسرح صغير للأطفال، نشاط ما اسميناه بالحكواتي ليحكي القصص الأطفال. سيكون هناك العديد من ورش العمل التفاعلية، هذه بشكل يومي مصممة بشكل يومي 10 أيام المعرض كامل للأطفال من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 11 بالليل. أهلا بهم، يعني ودنا الأطفال ينامون بدري بس أنه إحنا موجودين للساعة 11 بإذن الله. طيب 10 زين، يعني ما زلنا في حكاية الزائر. هذا وش بيشوف، لكن كيف راح يجي المعرض، وش الآلية؟ يعني احنا شفنا مثلا في تويتر وعلى الموقع انه في تسجيل وفي رصد مع الاجراءات الاحترازيه اليوم، المساحه، كيف مجيئه ودخوله الى المعرض؟ يعني هو يعني ما في شيء جديد، هو مجرد انه نستخدم نظام او التطبيق توكلنا للحضور. حسب يعني احنا ودنا نوفر زياره امنه ومريحه لكل زوار المعرض، فبمجرد انه هو ياتي الى المعرض يعرض امام رجال الأمن حالة توكلنا محصن يتفضل، لا يوجد أي يعني إجراء أكثر من ذلك. التسجيل إذا كان يعني موجود فهو اختياري. التسجيل للحضور البرنامج الثقافي والندوات هو أمر تنظيمي بحت، ولا يأخذ منك أكثر من ثواني بسيطة عبر موقع معرض الرياض الدولي للكتاب. يساعدنا كثيرا في توقع الأعداد التي ستقبل، ومجاني. الهدف أنك تسجل لحضور الفعالية الثقافية، جميع الفعاليات الثقافية التي تقام في المسرح اللي موجود على واجهة الرياض الآن، لأن هناك أكثر من موقع لمعرض الكتاب، هي فعاليات مجانية. في ذلك الأمسيات الشعرية، الندوات الحوارية، ورش العمل، وحديث الكتاب اللي يأتي شخص يتحدث عن كتابك كمحاضرة. هذه جميعها راح تكون مجانية. بس اللي يبغى يحضرها دكتور لازم يسجل. التسجيل هو أمر تنظيمي. أوكي. يعني إحنا عشان بس تكون صورة واضحة للناس. ولا يعني بعض الناس يعتقدون الموضوع معقد، كيف أسجل وش أحط، ترى ما يأخذ ثواني، يعني مجرد إحنا تخبرنا أنك أنت جاي، فقط عشان نشوف قبل ما يصل الجمهور هل القاعة تكفي، هل تحتاج إلى زيادة، عشان نقدم لهم تجربة مريحة للجميع. وانتو تعطونه ضوء أخضر للحضور، يعني إذا كان العدد والمساحة مناسبة سجل خلاص، هو ضوء أخضر. إذا يعني أصبح عدد الجمهور أكبر من المساحة الممكنة، نحاول ننقله إلى مساحة أكبر أو نوفر يعني كراسي إضافية حسب الإجراءات الاحترازية طبعا التي تحقق تباعد. جميل. وإلى غيره. هذا فعالية ثقافية، لكن حضور المعرض لا. حضور المعرض الله يحييك، تعال وتفضل. أهلا وسهلا. جميل جدا. طيب خلنا نتكلم عن الجديد في المعرض، يعني معروف الأجنحة، دور النشر، هذه كلها معروفة في كل المعارض. من الأشياء الجديدة فكرة اسمها جادة الثقافة، وش تشرح للجمهور عنها؟ جادة الثقافة يعني تقع على حوالي بعد 100 متر من معرض من مقر المعرض. هو عبارة عن مسار تحفه من جانبيه
أجنحة يعني تستضيف مبادرات ذات طابع ثقافي أو بين الثقافة والترفيه، مثل جلسات للغناء مباشرة، مسرحيات راجلة، بعض المسرحيين يقومون بأداء مسرحي في الجادة. يوجد هناك قسم كبير ل بما أنه ضيف الشرف هو العراق، فأيضا هناك تمثيل لواحدة من أهم المعالم الثقافية في بغداد وهو شارع المتنبي بمقاهيه الشهيرة المعروفة، راح تكون هناك موجودة يعني في محاولة على طريقة شارع المتنبي اللي موجود في العراق، يعني محاكاة لشارع المتنبي الموجود في العراق، راح تكون موجودة في جادة الثقافة في الرياض على مدى 10 أيام. سيكون هناك فرصة لبعض من يريد أن يعرض مقتنيات نادرة، كتب قديمة إلى آخره، شيء لها ارتباط، شيء لها ارتباط بمعرض الكتاب، ولكن ليس دور نشر بالمعنى. دور النشر موجودة داخل المعرض، جادة الثقافة لمن يريد أن يعرض أو يستمتع أو يقضي بعض الوقت على هامش المعرض في أجواء ثقافية ترفيهية جميلة في الهواء الطلق. جميل. من الأفكار اللي موجودة أيضا، أو خلينا نسميها الأفكار الجديدة، إنه إحنا تعودنا إن فعاليات معرض الكتاب تكون دائما في المسرح المخصص للمعرض أو في الأجنحة المقامة لورش العمل. اليوم اللي يطلع البرنامج الثقافي يشوف تقريبا 3 إلى 4 أماكن، يشوف الجادة ويشوف المسرح ويشوف خارج المعرض ككل مسرح جامعة الأميرة نورة ومركز الملك فهد الثقافي. نعم. اشرح لنا عن الفكرة. يعني باختصار عشان ما نشتت المشاهدين، معرض الرياض الدولي للكتاب يتم تفعيله في 4 مواقع. الموقع الأول هو مقر المعرض الرئيسي. واضح. ويحتوي على مسرح المعرض الذي ستقام فيه العديد من الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية وغيرها وورش العمل. المقر الثاني هو جادة الثقافة الذي يبعد حوالي 100 متر مشيا على الأقدام من مقر المعرض، يعني ما يأخذ مشيا على الأقدام أكثر من 2 أو 3 دقائق. هناك مسرح جامعة الأميرة نورة اللي هو يعني دقائق أيضا بالسيارة لأن في الجهة المقابلة للمعرض، سيحتضن هذا المسرح الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية الكبرى التي يعني نتوقع أن يكون فيها حضور كبير جدا، وهو مو نتوقع، هو فعلا حجزت الكثير من المقاعد، وأشجع الناس على الحجز. حجزت من الآن كثير. نعم. حفلات غنائية لفنانين سعوديين وفنانين عراقيين بحكم أن العراق أيضا أكرر هو ضيف الشرف. هذه راح تكون في مسرح جامعة الأميرة نورة، فيها مسرحين، المسرح الأول فيها هذه، المسرح الثاني راح تكون مسرحية اسكتلندية بطاقم أوروبي كامل لعرض واحدة من أشهر كلاسيكيات الأدب العالمي وهي جزيرة الكنز. هذه متاحة للناس من جميع الأعمار، لأنها أعتقد أنها وهذه الأطفال يحبونها، اليافعين يحبونها، حتى الكبار إذا كان عندهم نوستالجيا أكيد أنهم راح يستمتعون بمشاهدة جزيرة الكنز. بروفات قائمة الآن، وإن شاء الله راح يكون عرض رائع جدا في جامعة الأميرة نورة، يعني يقدمه ممثلون محترفون وعالميون. الموقع الرابع هو مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض. هذا العرض راح يكون عالم الأميرات من شركة ديزني العالمية، ستقدم عرضا لأحبائنا الأطفال الصغار في مسرح مركز الملك فهد الثقافي. هذه الأربع أماكن التي سيتم تفعيل معرض الرياض الدولي للكتاب فيها خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر. جميل. خلنا نجي للمنطقة الممتلئة جدا، البرنامج الثقافي. أول شيء مبدئيا اللي يقرأ البرنامج الثقافي خلني أقول لك أنه بيعيش لحظة دهشة بينه وبين ذاته قياسا بالبرامج الثقافية اللي كانت في المعارض السابقة على جمالها بدون انتقاص، لأن كل واحد كان جميل بطريقته، لكن الكثافة والكم والنوع الموجود في هذا المعرض مختلفة. اللي موجود في البرنامج المنشور هل حقا متفق أن ينفذ بالكامل، ولا الموضوع فيه شيء تسويقي قد لا يكون بالفعل موجود كما هو مشروع في البرنامج؟ لا، بإذن الله سينفذ بالكامل، ونرحب بكل المهتمين. يوجد لدينا في مقر معرض الرياض في واجهة الرياض مسرح وعدة قاعات لورش العمل، ستقام فيها أمسيات شعرية، ندوات حوارية في مختلف قطاعات الثقافة. عندنا ندوات حوارية وورش عمل لها علاقة بالأزياء، لها علاقة بالطهي، لها علاقة بالتراث، لها علاقة بالموسيقى، لها علاقة بالشعر،
لها علاقة بالسرد من رواية وقصة، محاولة لجمع جميع مكونات الثقافة ضمن معرض الرياض الدولي للكتاب. لها أيضا بعض ورش العمل لها طابع علمي عن يعني الذكاء الاصطناعي وغيرها. احنا حاولنا انه يكون عندنا برنامج ثقافي متنوع، وحاولنا ان يكون المكون العراقي فيه حاضر وبقوه لانه ضيف الشرف، وهذه هي الهدف من استضافه العراق، لان يعني نستمتع بما لدى الفنان العراقي والمثقف العراقي والمفكر العراقي من علوم ومعارف، على راسهم معالي وزير الثقافه العراقي الذي سيلقي محاضره في اليوم الاول من افتتاح المعرض عن الثقافة وبناء الدولة بإذن الله. جميل. السؤال اللي يسأله كثير من المؤلفين اليوم، طبعا هو السؤال هذا مع كل معرض، بس الآن بما أننا مقبلين على المعرض، ما آلية توقيع الكتب داخل المعرض وكيف ستتم؟ توقيع الكتب عندنا منصة افتراضية تسمح لكل دار نشر ترغب في أن يكون أحد كتابها حاضرا لتوقيع كتابه تقوم بالتسجيل واختيار الوقت الذي ترغب هذه الدار أن يكون الدار وليس المؤلف. الدار وليس المؤلف لأسباب تنظيمية، يعني يجب أن تكون الدار حاضرة في معرض الكتاب من أجل أن تبيع كتبها لمن يريد أن يحصل على هذه الكتب ويذهب للمؤلف من أجل التوقيع. المؤلف السعودي الذي لا تحضر دار النشر التابعة له في معرض الكتاب، أو أنه نشر بشكل ذاتي، أيضا منحناه الفرصة عن طريق ركن المؤلف السعودي ليحضر إلى المعرض ونعطيه زاوية في هذا الجناح ويقوم بعرض كتبه وبيعها للزوار وتوقيعها داخل الجناح. هو مباشرة. هو مباشرة. التوقيع داخل الأجنحة من غير تنظيمات توقيعية معينة متاح بيكون؟ والله شوف يا سيدي، هذا السؤال يعني ودنا نجاوب عليه ودنا ما نجاوب عليه. هو التوقيع داخل الأجنحة يفترض أن يكون متاح، لكن المشكلة أنه أحيانا يتسبب هذا التوقيع داخل الأجنحة لبعض الاكتظاظ، وخصوصا في الأجنحة التي تكون في ممرات ضيقة، فيسبب يعني إزعاج لبقية الزوار. فإحنا نقول لدار النشر بشكل ودي، إذا كنت تتوقع أن يحضر عدد كبير من الناس لتوقيع الكتاب في جناحك، فالأفضل أنك تحجز منصة التوقيع وهي مجانية، والترتيب يكون فيها أفضل، والتباعد حسب الإجراءات الاحترازية أيضا موجود وبشكل أو في أقل سليم. الأحوال يكون في تنسيق بين إدارة المعرض والدار أو هو منصة مفتوحة للجميع، أي واحد يحجز يجي، لكن بعض دور النشر تفضل أن يكون يعني إذا كان عدد قليل الناس اللي متوقع حضورهم فلا بأس بذلك، يعني ممكن يوقع في الجناح وما يحتاج أنه يحجز المنصة. من الأشياء الجديدة أيضا أنه لدينا نسخة افتراضية إلكترونية بالكامل عن المعرض، كيف توضحها للناس اللي من برا الرياض أو من برا المملكة العربية السعودية ويقدروا يستفيدوا منها؟ طيب ببساطة، أنت ما تقدر تحضر معرض الرياض الدولي للكتاب، تدخل على الموقع، تختار تتصفح جميع الكتب اللي معروضة في الموقع، تشتريها إلكترونيا، ثم سيقوم المتعهد بالذهاب إلى الجناح، أخذ الكتاب، تغليفه وشحنه لك في على عنوانك. اللي بيشحنها مين؟ الـ 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 الدار نفسها ولا في اتفاقيات مع لا شركات؟ لا، يوجد متعهد، يوجد اتفاق مع شركة مكتبة جرير. عظيم. وهي أحد رعاة هذا المعرض لتقديم هذه الخدمة. والمعرض بكامل بيكون موجود إلكترونيا؟ كل كتاب موجود في المعرض ايه؟ هو موجود افتراضيا أيضا بنفس الأسعار في المعرض، بنفس الآلية، بنفس كل شيء طبعا، بعض التخفيضات فيما يتعلق بالشحن وإلى آخر، عشان ما يكون يعني ككل خدمة إلكترونية أخرى. أي كتاب موجود في المعرض موجود في النسخة الإلكترونية، إذا نفذ في المعرض نفذ في النسخة الإلكترونية وهكذا. عظيم. باقي من الأشياء هذه كمان أخوي مفرح، على فكرة هذه تتيح للناشر نفسه أنه يبيع كتبه لمن لا يستطيع حضور المعرض، يعني هي خدمة مقدمة للقارئ الذي لا يستطيع حضور، وللناشر الذي يعني ستزداد عدد مبيعاته بسبب وجود هذا المنفذ الإضافي للبيع. جميل. من الأشياء أيضا الجديدة اللي بنشهدها مؤتمر الناشرين. نعم. لماذا وكيف؟ مؤتمر الناشرين الدوليين هو لأول مرة يقام في المملكة العربية السعودية. الهدف منه أنه هو نجمع بشكل سنوي أكبر ممثلي دور النشر وصناعة النشر في العالم من أجل مناقشة قضايا النشر المتجددة. تعرف النشر يمر من عدة عقود، يعني وخصوصا في العقد الأخير يمر بتحديات كبيرة، انصراف الناس عن القراءة مثلا، الالتهاء بالأجهزة الإلكترونية خصوصا الأطفال وغيرها، السوشيال ميديا، كل هذه الأشياء التي
تشكل تحديات كبيرة لصناعة النشر، وبالتالي قضاياهم متجددة. يعني لو يقعدون طول السنة يناقشون فيها فهذا مو كثير عليهم. هيكون على مدى يومين 4-5 أكتوبر. صحيح. 4 و5 أكتوبر سيدعى هناك، سيدعى لهذا المؤتمر متحدثون من كبار دور النشر العالمية، بعضهم سيحضر بشكل شخصي وبعضهم سيحضر بشكل افتراضي، وأيضا كبار دور النشر العربية وأيضا ممثلين من صناعة النشر السعوديين. وستقوم بافتتاح يعني أو إلقاء الكلمة الافتتاحية لهذا المؤتمر سمو الشيخ أبو دور القاسمية التي هي رئيسة اتحاد الناشرين الدوليين. فيوجد يعني احنا سعداء بكونها على رأس هذه المنظمة الدولية، والتي يعني ستكون ممثلة في مؤتمر الناشرين الذي عقد في الرياض لأول مرة. جميل. من آخر الأشياء الجديدة على الأقل فيما أحصيت، وهو جديد وربما يكون مثير للتساؤل، أعتقد أنه لأول مرة سنشهد أمسية للشعر العامي أو النبطي في البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب. وش فكرتكم من هذه الخطوة؟ ما في فكرة، هو أدب، هو ثقافة، هو حضارتنا وتراثنا وتاريخنا. ويعني السؤال هو لماذا تم إقصاؤه في السنوات الماضية عن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب؟ هو عودة الفرع إلى الأصل، وحضورهم حضور طبيعي جدا وعضوي، ويعني منسجم كل الانسجام مع كل المحاور الأخرى في البرنامج الثقافي. جميل. وهذا الحضور يعني أنه يعني يبدأ اليوم ويستمر بوصفه جزءا من الثقافة. نعم، سيكون عندنا يعني شعراء رائعين، عندنا الأستاذ محمد السكران، عندنا الأستاذ سعيد بن مانع، عندنا الأستاذ حصة هلال، وعندنا مجموعة أخرى من الشعراء الشعبيين سيقيمون عدة أمسيات شعرية، بالإضافة إلى أمسيات شعرية بالفصحى مثل الأستاذ جاسم الصحيح، وأيضا هناك أمسيات شعرية بين شعراء سعوديين وشعراء عراقيين في نفس الأمسية بإذن الله. جميل. وأيضا أمسية لأمراء الشعر اللي بشاركوا في أمير الشعراء، هذه نعم هذه أمسية مخصصة لأمراء الشعر. نعم جميل. عاد أنا أنبسط من حضور الشعر في بشقين. اسمح لي أخذ فاصل ثاني في حلقتنا ونكمل. قبل الفاصل الثاني فقط أؤكد سريعا مما ذكره الدكتور محمد حسن علوان، أن الحضور للمعرض سيكون متاح للجميع ومجاني فقط. تفضل للمعرض إبراز توكلنا، وتتفضل وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في كل مكان. الحضور للفعاليات الثقافية يتطلب تسجيل بسيط وسريع، الهدف منه هو التنظيم داخل المعرض. المكون العراقي حاضر في كل تفاصيل البرنامج الثقافي تقريبا في هذا المعرض. دخول الشعر العامي أو النبطي في هذا المعرض يأتي كجزء رئيس ومكون من الثقافة. وأذكر أني في مرة من المرات سألت الأستاذ إبراهيم الوافي عن الفرق بين الشعر الفصيح والعامي، فكان يقول هما سطران أحلاهما شعر. فاصل مكملين. حياكم الله مجددا في هلا في هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن معرض الرياض الدولي للكتاب في نسخته الحالية 2021، وضيفي هو الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان. أرحب فيك مجددا دكتور. من الأشياء الجديدة أيضا وجود الأمسيات الموسيقية. يعني سؤالي من شقين، إنه كيف تم التنسيق والاختيار؟ طبعا يعني وجودها ليس غريب، جديد ولكن ليس غريب. يعني الحضور الموسيقى كيعني لا على برامج معرض الكتاب في النسخ السابقه ربما لم يكن موجود بهذا التوسع. طبعا ما كان موجود. احنا حبينا نصحح هذا الامر ونعيد، زي ما ذكرت جميع مكونات الثقافه لازم يكون لها حضور في معرض الكتاب. الموسيقى حاولنا انه ننتقي تحديدا اسماء موسيقيه ويعني اذواق موسيقيه لها علاقه بالثقافه يعني كمرتكز رئيس. وحاولنا كمان أنه إحنا نتيح فرصة كبيرة للأسماء الواعدة في الموسيقى وفي التلحين وفي كتابة الشعر في هذه الحفلات الموسيقية. هذه ما لم يعلن، ما أعلن شفته في البرنامج. يوجد لدينا حفلة للفنان السعودي عبد الرحمن محمد، هذا أعلن. يوجد لدينا نعم يوجد لدينا حفلة للعازف العراقي المشهور نصير شما، و المطرب العراقي المشهور سعدون جابر. يوجد لدينا أوركسترا ألمانية هان زيمر، ويوجد لدينا عمر خيرت بطبيعة الحال.
وأيضا يوجد لدينا أمسية شعرية لصاحب سمو الملك الأمير عبد الله الفيصل تتحدث فيها عن شعره من أحد أحفاده الأمير سعود بن محمد بن عبد الله الفيصل وبعض النقاد، ثم مقاطع غنائية من الأوبرا المصرية لبعض القصائد التي غنيت للأمير عبد الله الفيصل من قبل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيره. الله، يعني بنسمع ثورة الشك شعرية غنائية. خلال هذه الحفلات الموسيقية سيتم إتاحة فرص لمغنين سعوديين لأول مرة يطلعون على المسرح، لحنت أعمالهم من قبل ملحنين سعوديين لأول مرة يلحنون أعمال تطلع على المسرح، كتبها شعراء سعوديين لأول مرة تغنى قصائدهم، وأيضا لأول مرة تعلن هذه التفاصيل. لأول مرة تعلن هذه عبر شاشتكم، يعني كنا نبيها مفاجأة ولكن خلاص ما بقى إلا أيام، فبالتالي حان الوقت إعلان ذلك. يعني هذا هو الطريقة اللي احنا صممنا فيها البرنامج الموسيقي المصاحب لمعرض الكتاب، بطريقة تتيح المجال للمواهب الصاعدة أن تجد فرصتها، وبطريقة أيضا تسمح لهذا البرنامج الثقافي أن يكون متكاملا ومتنوعا. الحضور لهذه الأمسيات كيف الآلية التنظيمية له؟ بالتذاكر طبعا، هذه الأمسيات الإقبال عليها كبير جدا جدا كما هو معروف، وبالتالي لا يمكن أن تتاح إلا عن طريق التذاكر، حتى ما يحدث فيه يعني ازدحام أو مشاكل، ولا عندنا مسارح يعني تكفي لكل جمهور الموسيقى الكبير هذا. طيب دكتور، من الأسئلة اللي كثير من الناس يسأل عنها ودائما تثير الجدل، أنه هنالك شكوى من الناس اللي يزورون معرض الكتاب أنه أسعار الكتب مرتفعة، دائما هذا الموضوع يطرق ويتم الحديث عنه، كيف تعاملتم أو ستتعاملون مع هذه الجزئية في هذا المعرض؟ شوف أخي مفرح، قضية أسعار الكتب هي قضية جدلية خارج نطاق معارض الكتب، هي حول حساسيتنا السعرية كمستهلكين وكمتلقين لأسعار الكتب، فهي قضية اقتصادية في المقام الأول. ما هو استعداد الفرد لدفع هذا المبلغ من أجل شراء نسخة من كتاب؟ هذا السؤال الاقتصادي تستطيع أنك تطرحه على كل سلعة أخرى، وتستطيع أن تجيب عليه بطريقة مختلفة. لماذا أسعار اللوحات أغلى؟ لماذا أسعار الوجبات الغذائية أغلى من سعر الكتاب؟ لماذا إلى آخره؟ البعض يعتقد أنه سعر الكتاب المفروض أن يعكس سعر الورق اللي هو مطبوع عليه، متجاوزاً سعر الجهد الذي بذل في إنتاج الكتاب من حقوق أو جهد المؤلف، قد يكون بذل سنتين أو ثلاث سنوات وهو يكتب في هذا الكتاب. لو حسبت للساعة بمبلغ معين ثم عكسته على سعر الكتاب، قد يكون أسعار الكتاب أحياناً أغلى بكثير مما نتصور. وأيضاً كل سلسلة القيمة اللي يمر بها صناعة الكتاب هذا، منذ تأليفه إلى إعداده وتحريره وطباعته ونشره وتوزيعه وإلى آخره، كل هذه المكونات يجب أن تنعكس في سعر الكتاب مثل أي سلعة في العالم. هذا شيء. لكن هم يعني بعض الناس اللي يحضرون معارض أخرى يقارنون ويجدون إنه سعر الكتاب مثلا في معرض الرياض أغلى من غيره. جميل، إذن سنصل إلى هذه الحالة تحديدا. إذن نتفق أن هناك اختلافات حول ما يجب عليه أن يكون عليه سعر الكتاب. ولو قارنا سعر الكتاب الرواية مثلا فرنسية أو بريطانية وشفنا كم سعرها أول ما تصدر، وسعر العمل السعودي أو العربي، سنجد أحيانا متقاربة، وقد يكون العمل العربي أرخص بسبب ضعف الإقبال مقارنة بالكتب التي تنشر باللغة الإنجليزية تحديدا. الآن تغيير سعر الكتاب حسب منفذ البيع، هذه ممارسة تجارية. يعني أنا لما أروح إلى مكان القوة الشرائية فيها منخفضة، بطبيعة الحال أني راح لازم أرضى بهامش ربح قليل جدا من أجل أن أبيع أكبر عدد. أنا مين؟ أنا كبائع، أنا كبائع كناشر. إيه؟ وعندما أذهب إلى مكان آخر القدرة الشرائية فيها أعلى ترتفع سعر. هذا يحدث حتى في المدينة الواحدة،
يعني لما تروح إلى منطقة معينة من الرياض تجد أسعار نفس الخدمة منخفضة، وهي نفس الخدمة تقريبا، لا ما في أي فرق منها، لكن هذا سواء كانت مغسلة سيارات ولا إلى آخره. فهذه ممارسة تجارية، هي نظاما ليست ممنوعة أنت وجمهورك. الآن نجي لمعرض الكتاب، لماذا في معرض الكتاب يرتفع سعر الكتاب عن مثلا المكتبة خارج أو معرض كتاب إقليمي آخر في الوطن العربي؟ هناك عدة أسباب، الموضوع ما هو يعني مجرد وش هي؟ يعني بعض الناشرين يستغلون هذا طبيعي، مثل أي تجارة أخرى فيها بعض الممارسين فيها يستغلون، ولكن أحيانا الصورة الكاملة لا تبدو واضحة للمستهلك النهائي. أولا إذا أغلب الكتب التي توجد في معارض الكتاب تكون جديدة، الناس ينتظرون، الناشرين ينتظرون معرض الكتاب عشان يطلع العناوين الجديدة عنده لأول مرة، وبالتالي يبيعها بالسعر الكامل بدون تخفيضات. يعني هذا الكتاب مفروض أن سعره 60 ريال، ببيعه 60 ريال. بعد سنتين هذا الكتاب تجده في المكتبة ب25 ريال. ليش؟ لأنه مر عليه سنتين، ما عاد صار جديد أصلا، حققت منه أرباحي، وبالتالي الآن قاعد أبيعه يمكن حتى بسعر التكلفة، أفضل المخازن اللي عندي والمستودعات. فيجي القارئ والمتلقي يقول لا، هذا الكتاب أنا شاريه من معرض الكتاب ب60 ريال، الحين شوفه ب25 ريال، إذا ضحك علي. لا، اشتريته قبل سنتين، وهذا شيء مختلف. الشيء الثاني اللي يحدث كثير، يقول والله أنا كنت في معرض الأردن أو معرض القاهرة ورأيت نفس الكتاب هذا يباع مثلا بما يعادل 20 ريال، وجيت معرض الرياض لقيته ب30 ريال. هنا يمكن أن احنا نتحدث، هنا ممكن أن يصير فيه من حقك أنت كقارئ أنك أنت تأخذ الكتاب بالسعر الموحد على مستوى معرض الكتاب في العالم العربي. في العالم العربي، رغم أنه البعض قد يقول يا أخي أنا كناشر لو بعته 30 ريال في دولة عربية أخرى ما راح أبيع ولا نسخة، فأنا يعني قاعد أبيع هناك بسعر التكلفة فقط من أجل الانتشار، ولا ما ماني ربحها ولا شيء، فأجي إلى معارض الكتب اللي فيها قدرة شرائية أعلى وأحاول أن أحقق أرباحي من هذه المعارض. موضوع جدلي، في ناس يقول لك لا، مو من حقك أنك تحقق أرباحك عندنا وتبيعها بسعر التكلفة مكان ثاني. لكن إحنا كمعرض إيش دورنا؟ إحنا كمعرض نطلب من جميع الناشرين أنهم هم يسجلون الكتب التي سيتم عرضها في المعرض مسبقاً، أيوة، بأسعارها، وبعدين أثناء المعرض ما هو بيشوف والله أنت ملزم أنك تبيع بهذا السعر اللي بعت فيه في المعارض اللي سجلت لي قبل. ليش؟ أنا أقول لك ليه. لكن فكرة الاستغلال هذه دكتور، يعني أنتوا مثلاً اليوم كمنظمي المعرض مو مفروض أنكم تحمون المستهلك من استغلال دور النشر؟ خليني أقول لك إيش الفكرة. أنت يجب كمان أن تحمي ميكانيكيات السوق وتسمح لها بالعمل، العرض والطلب. الناشر لن يرفع السعر إلا إذا كان في طلب، وإذا صار فيه العرض أكثر سيخفض السعر بشكل يعني يتبع ميكانيكيات السوق اللي إحنا نعرفها كلها. أنا أقدر أقول له أنت لا تبالغ في السعر، أي كتاب مبالغ في سعره بشكل فاضح لا، لكن الكتاب هذا ب25 باع ب27، هذه ما زالت في الهامش اللي تجاري، لو حددته فأنا قاعد أتدخل في ميكانيكات السوق، مما قد يلحق بالضرر على صناعة القطاع كلها، لأنه أنا لازم يكون في اختلاف عشان هذا الناشر يتنافس مع هذا الناشر، وهذا الناشر يتنافس مع هذا الناشر. إحنا ما إحنا يعني نظام اشتراكي مثلا كل السلع تحددها الحكومة بأسعار معينة، لا، هذه تقتل السوق تماما. لكن الكتاب اللي صادر لأول مرة يباع بنفس السعر في المعارض؟ لا، ما يباع بنفس السعر، وتوحيد السعر بين معارض الكتاب هو نقطة إشكالية. ليش؟ لأنه يقول لك القدرة الشرائية، يجيك الناشر يقول لك القدرة الشرائية مختلفة، كيف تجبرني؟ لكن أقول له مو بتروح تضاعف علي السعر، أنت ممكن أنك يعني تأخذها على حساب سمعتك وأنت تتحمل مسؤولية قد يضرك هذا الشيء. إحنا كمعرض كتاب شو نسوي؟ اللي يصير طال عمرك أنه أحيانا أنا جبت كتاب وسجلت أني راح أبيعه في 30 ريال، بعدين اكتشفت أن الكتاب والله نجح، خلصت اللي عندي في أول 5 أيام، أقوم آخر 5 أيام المعرض أبيعها ب60 ريال، هنا أجي أنا كمعرض أتدخل وتخالف. هذه مخالفة، يجب أن تبيعها بهذا السعر عشان أنت ما تستغل يعني أيام المعرض بشكل يخالف يعني أيضا في مخالفات أخرى كانت تحدث. يعني مثلا يأتي شخص في أول ناشر في أول معرض ويبيع بالجملة لتاجر خارج المعرض، فتنفد النسخ اللي عنده، هو يبغى يبيع بكل الأحوال،
وما يبقى عندنا نسخ ويبيعها بسعر عالي. أول شيء المعرض يعني للبيع أثناء المعرض، ما يحق لك أنك تبيع خارج المعرض، هذا مخالف. إيه طبعا، لأن أنت تستفيد من التسهيلات الجمركية المخصصة فقط للمعرض، وتحاول أن تقفز على النظام عشان تبيع نسخة مخفضة كان لم يكن من يعني تستحق هذا التخفيض. هنا نستطيع أن نتدخل إحنا. فمراقبة الأسعار في كل مجال، في كل سوق، في كل سلعة، في كل مراقبة الأسعار يجب أن تكون عملية حذرة. لا أنت تتدخل بزيادة فتضر بميكانيكات السوق، ولا أنت تتراجع وتسمح للقوي أن يأكل الضعيف. جميل. لا، هو المهم عند المشتري وبالذات في السعودية أنه الناشر أو البائع ما يستغلني لأن عندي قوة شرائية أو شيء، أنه ما أسمح بهذا الاستغلال وأنه في جهة تحميني. صح، هذا المهم. طبعا أي محاولة للتكتل وهذه تعتبر مخالفة يعني رسمية، أنه إحنا كلنا خلونا نبيع بهذا السعر وإلى آخره. ولكن أفضل شيء أنت تقدمه للمستهلك أو القارئ أنك تقيم له سوق تنافسي كبير، بحيث أن المنافسة هي التي تخفض الأسعار وليس التدخل بالذات. فحنا لما نجيب معرض كتاب فيه 1000 ناشر، هذا يعني قلة من الناشرين الذي سيأخذ مخاطرة أنه يرفع السعر. ترى عندي 999 شخص غيرك، وإذا ما بعت الكتاب هذا للكاتب الفلاني، الكاتب الفلاني هذا بكرة راح ينشر عند شخص غيرك لأنك أنت ما خدمته بسبب تسعيرتك الخاطئة. فهكذا السوق يعدل نفسه. اسمح لي أخذ فاصل ثالث ونكمل حوارنا. هذا فاصل ثالث في حلقتنا، وبعدها مكملين الكشف عن كل جديد في معرض الكتاب، ونحن نجري هذا الحوار من داخل أروقة معرض الرياض الدولي للكتاب. حياكم الله مجدداً في هلا في هذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم من داخل معرض الرياض الدولي للكتاب، مع انطلاقة هذا المعرض وحفل الافتتاح اليوم وبداية دخول الزوار غداً. وضيفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، رحب فيك مجدداً دكتور. بلا شك دكتور أنه أي فعالية، المعرض أو غيرها، تقام في هذا الوقت في عصر كورونا ستكون ممتلئة بالتحديات. إيش ممكن تكشف لنا من كواليس هذه التحديات اللي عشتوها في الداخل من أجل تنظيم المعرض بصراحة؟ طيب خليني أتنفس الصعداء. نعم، كان في كثير من التحديات. أول هذه التحديات أن جائحة كورونا ما زالت مستمرة، وبالتالي بعض الدول يعني حكومتنا يعني جزاها الله خير منعت استقبال المسافرين من بعض الدول التي يكون فيها يعني نقص في يعني عدد جرعات اللقاح او غيرها، حتى لا يتم يعني نشر الفيروس. المشكله انه هذه الدول المحظوره هي التي ياتي منها تقريبا اغلب الناشرين والمشاركين في المعرض، تحديدا اقول دوله مصر ودوله لبنان. فواجهنا تحدي كبير جدا في يعني كيف نستطيع أن نجلب هذا العدد الكبير من الناشرين إلى السعودية، وبعضهم لم يستكمل إجراءات اللقاح التي يعني موجودة في البروتوكول، موجودة في البروتوكول السعودي. فما حدث أنه أنشئت لجنة مكونة من جميع الجهات التي تقوم بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، منها وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هيئة الطيران المدني، وأيضا سدايا التي تعمل وتشرف على منظومة توكلنا. واتفقنا على بروتوكول صحي يسمى الفقاعة الصحية، تسمح لنا بإدخال الناشرين بأقل مخاطرة ممكنة وأعلى إجراءات احترازية ممكنة. وبالتالي تم حصر جميع اللقاحات التي أخذها هؤلاء المئات من الأشخاص في مصر وفي لبنان وفي دول مختلفة، وتسجيلها ورفعها إلى الجهات المعنية، وعكس هذه الحالات على تطبيق توكلنا وتطبيق مقيم عند دخولهم إلى المملكة العربية السعودية، بحيث يكون الجميع يعني محصنون حسب الإجراءات أو حسب تعريف التحصين في النظام الصحي السعودي. ومن لم يستكمل هذه الجرعات سيتم إجراء اختبارات له بشكل
يعني يومي داخل المعرض، ولدينا إجراءات معينة في وجوده وتنقلاته وإقامته وإلى غيرها، بحيث أنه لا يتعرض زائر المعرض أو العاملين في المعرض لأي خطر ممكن لانتقال العدوى. يعني أقدر أقول الآن بكل ثقة، والمعرض ينطلق غدا بإذن الله، أنه المجال آمن تماما مثل ما هو في كل مكان آخر داخل الرياض من الأسواق أو المولات التجارية أو أماكن الترفيه. سيكون معرض الرياض الدولي للكتاب أكثر أمانا وأكثر تشديدا على الإجراءات الاحترازية والتباعد وغيرها، بحيث أنه لا يتعرض أي شخص يزور المعرض لأي ضرر كان. جميل والله، هذا دكتور يليق أنه نسميه أيضا معرض التحديات، يعني كورونا من جهة، مكان جديد من جهة، تجهيزات جديدة، برنامج جديد. الله يقويكم إن شاء الله ويكتب النجاح لهذا المعرض. توقيع الكتب يعني في مجموعة من الأسماء البارزة على المشهد من كتاب ومن شعراء أعلنوا أنهم سيوقعون كتبهم في المعرض. لو تكشف لنا عن أبرز الأسماء اللي تم إعطاء الضوء الأخضر والاتفاق معها تماما على توقيع كتبها في المعرض. يعني بالأمس بشرت أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل سيوقع ديوانه بإذن الله في ديوانه الجديد في معرض رياض الدول الكتاب. صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل سيوقع كتابه الجديد وسيلقي عنه ندوة في البرنامج الثقافي، كتابه باسم الملف الأفغاني. أيضا سيقوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بتوقيع أول ديوان مطبوع له في معرض رياض الدول الكتاب في هذا تقريبا في هذا المكان اللي احنا واقفين فيه جالسين فيه. وايضا راح يكون فيه توقيع لمعالي المستشار الاستاذ تركي آل الشيخ لروايته الجديده، سيتم توقيعها في معرض الكتاب، والعديد من الاسماء الاخرى التي ما زلنا نحصرها الان ونحجز الاوقات الملائمه لها في منصه التوقيع. جميل، ومواعيد التوقيع ستعلن بالكامل. نعم، احنا سعداء انه هذه الاسماء تختار أو تنتظر حتى يعني يقام معرض رياض دول الكتاب وتختار ليكون يعني محطة انطلاق كتبهم الجديدة. جميل، يعني كل هذه المعلومات حقيقة دكتور اللي كشفت عنها في اللقاء وأنا أشكرك عليها تعطي مزيد من الحماس حقيقة للمعرض ولحضور المعرض. الجائزة، جائزة المعرض، الأسماء الفائزين اللي أعلن كيف ستسلم لهم الجوائز؟ هل سيستلمونها في حفل الافتتاح أم أثناء فعاليات المعرض؟ وماذا عن الجوائز الأخرى اللي أعلن عنها؟ طبعا احنا زي ما قلت قبل احنا كنا نستعد لإطلاق المعرض في 2020 قبل إلغائه، وكان جزء من برنامج المعرض السابق هو الجوائز، جوائز معرض الكتاب، وقام المشاركون بتقديم أعمالهم فعليا واستلمناها، وبعد أن استلمناها ألغي المعرض. فيعني شعرنا انه يعني انه اذا الغي المعرض خلاص المفروض تلغى الجائزه، لكن يعني سمو الامير بدر وزير الثقافه اصر على انه هذه حقهم والمفروض انها تؤتى، يعني تعطى جوائزهم حتى لو كان الغي المعرض. فقمنا بيعني اكمال اجراءات لجنه التحكيم وغيرها وتم توزيع الجوائز عليهم. جميل، اللي سيكرمون بالجائزه المعرض هم اللي فازوا في 2020 وتم اعلان هذا، وسيتم التواصل معهم لارسال جوائزهم، وهي يعني دور نشر سعوديه وعربيه وكتاب في مجالات مختلفه، مجالات المعرفه. لدينا جوائز النشر للعام 2021 ستكون جوائز معرض كتاب مخصصه لصناعه النشر تحديدا وليس ل الكتاب، بحيث أنها تكون متماشية ومتماهية مع رسالة المعرض في دعم صناعة النشر. فلدينا جائزة لأكثر دار نشر تميزا سعودية، مسار سعودي ومسار عالمي. لدينا جائزة لأكثر دار نشر تميزا في الترجمة تحديدا، مسار سعودي ومسار عالمي. ولدينا أيضا جائزة لأفضل دار نشر متميزة في أدب الطفل تحديدا، مسار التميز. التميز لدار النشر إجمالا في أعمالها ولا في أدائها في المعرض؟ التميز إجمالا في أعمالها كلها. الجائزتين الثانية للترجمة وأدب الطفل، لعلك تعرف يعني واضح الهدف من هذه الجائزة هو دعم هذين المسارين بحكم أنهم في حاجة كبيرة جدا لدعم هذين المسارين في صناعة النشر في العالم العربي. جميل، يعني ما شاء الله دكتور ما تركتوا شيء، الطفل والترجمة والطهي والأزياء وأعتقد كل مكونات الثقافة حاضرة. فيما يخص الجانب العراقي، التمثيل الثقافي العراقي كيف سيكون في المعرض؟ والله يعني وفد من حيث النوع والحجم، وفد العراق وصل أمس في الطائرة الرئاسية، يعني على رأسهم
معالي وزير الثقافة العراقي، وهو مثقف معروف قبل يعني توليه الوزارة وبعد توليه الوزارة، ووافق معالي مشكورا على أن يلقي محاضرة ضمن البرنامج الثقافي، وهذا شيء يسعدنا، بالإضافة أنه العديد من المثقفين العراقيين تم إدراجهم في البرنامج الثقافي ونحن سعداء بذلك، بعض الأمسيات يعني بين الشعراء السعوديين وبين الشعراء العراقيين وهكذا. وأيضا لدينا عدد كبير من الضيوف العراقيين تم دعوتهم بدون أن يكون لهم مشاركة في البرنامج الثقافي بالضرورة، مدعوين لحضور المعرض، للقاء المثقفين السعوديين، المشاركة في الأنشطة، للتحدث للقنوات التلفزيونية والبرامج الثقافية، وهذا يسعدنا كثير. دكتور تحملنا فاصل أخير إن شاء الله ونرجع نكمل حوارنا. قبل هذا الفاصل أذكر ببعض ما ذكره الدكتور محمد حسن علوان، إن الفائزين في جائزة المعرض الذين سيكرمون هم الذين فازوا في نسخة 2020، ورأت وزارة الثقافة أن من حقهم أن يكرموا حتى وإن كان المعرض أجل بأسباب جائحة كورونا. أيضا كشف عن أن هنالك أسماء مهمة ستوقع في هذا الكتاب في هذا المعرض، كتب من أبرزها الأمير خالد الفيصل، الأمير تركي الفيصل، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وغيرهم جاري التنسيق. التمثيل الثقافي العراقي سيكون كبيرا جدا كما يليق بهذا الحدث. وكلما ذكرت العراق والثقافة والأدب فيها تذكرت بيت عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله، هو العراق فقل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. فاصل. حياكم الله في الجزء الأخير من هذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم من برنامج يا هلا، والتي نخصصها بأكملها للحديث عن معرض الرياض الدولي للكتاب من داخل أروقة المعرض، وبصحبة الدكتور محمد حسن علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة. دكتور رحب فيكم مجددا المرة الأخيرة. من الأشياء أيضا الجديدة ربما اللي ما ذكرناها في حوارنا السابق طريقة الحساب في المعرض، أنه ما راح يكون فيه كاش، لو تشرح لنا بس الفكرة. نعم، هذا المعرض لأول مرة لن يكون هناك أي تعاملات بالنقد، سيتم توزيع أجهزة السحب الإلكتروني على جميع الناشرين، وتم بناء نظام يوحد هذه العمليات النقدية ويتيح الناشرين يعني سحب مبالغ مودعة في حساباتهم أثناء المعرض وبعد انتهاء المعرض بإذن الله. جميل. هذا استجابة للنمط، نمط الاستهلاك السعودي للمنتجات الرقمية أصبح عالي جدا، أصبح نادر الآن أنا وأنت نشيل معنا كاش في جيوبنا، والكثير من الناس بهذه الطريقة، فأثرنا أن يكون العمل يعني بالكامل في المعرض يعكس هذا التغيرات في الاستهلاك. وأعتقد أنه وأيضا لإجراءات مختلفة أمنية صحية، أيضا تبادل الكاش قد يعني يؤدي إلى انتقال الفيروس، فكل هذه الأشياء أخذناها في الاعتبار حتى يكون معرض الكتاب ذو رؤية مستقبلية في كل الأشياء وكل التعاملات حتى أصغر الأشياء. جميل. دكتور قبل ما أختم معك هذا اللقاء، يعني بالعادة أنا أسميها لضيوفي تغريدات صوتية كذا أخيرة، رسائل. الأولى أبغى أسمعها لسمو وزير الثقافة، وأنا أعرف أنه بذل ما بذل من أجل إقامة هذا المعرض وظهوره بهذا الشكل، ما الرسالة التي تقولها له عبر الهواء اليوم؟ أنا أقول يعني سمو الأمير بدر، يعني نحب أسميها بدر الثقافة، لأنه فعلا دائما بدر مكتمل ومضيء على المشهد الثقافي. الأمير بدر يعني يدعم بشكل مستمر ودؤوب إلى الحد الذي يعجزك عن إيجاد أي عذر لعدم الإنجاز أو عدم تحقيق الطموحات المنوط بها في قطاع الثقافة، في قطاعات الثقافة ومشهد الثقافة بشكل عام. للناشر السعودي، للناشر السعودي ستقدم لك هيئة الأدب والنشر والترجمة العديد من البرامج التي يعني تهدف إلى تقوية صناعة النشر السعودية، وجعلك أيها الناشر السعودي منافسا قويا وشرسا في صناعة النشر إقليميا وعالميا بإذن الله. لزوار المعرض الذين سيأتون إليه سواء من السعوديين أو المقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، المعرض منكم وإليكم، هو قدمناه لكم، ونريد منكم أن تكملوا ما بدأناه إسهاما في نجاح هذا المعرض
عن طريق حضوركم أولا، عن طريق استمتاعكم بالبرنامج الثقافي، عن طريق شرائكم للكتب من ناشريكم المفضلين، وعن طريق أيضا إحضار أطفالكم معكم للاستمتاع ببرنامج الطفل. للعراق ثقافة وتاريخا وحضارة. أهلا وسهلا بكم، زنتم ازدان بكم معرضنا، ونتمنى بإذن الله أن نكون على قدر مسؤولية استضافة ضيف عظيم مثل العراق. دكتور، يعني هذا مو سؤال أخير، هذا ما بعد الأخير. إحنا يعني بقدر احتفائنا بوجودك كرئيس تنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، إلا أنه أيضا ما نقدر نغفل اشتياقنا لمحمد علوان الكاتب. روايات الدكتور موجودة في المعرض؟ موجودة في المعرض بطبيعة الحال. أنا أخشى أنه يعني يقال أنه قاعد يعني أروج لهذا اللي سألته البرنامج. نعم موجودة. دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا، وقبلها شكرا جزيلا على تجاوبك النبيل معنا. العفو، شكرا لك أخي مفرح، ما قصرت، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. يعني قبل ما أنهي هذه الحلقة حقيقة يعني من باب الإنصاف والحق، أريد أن أقول شكرا ثم شكرا ثم شكرا لوزارة الثقافة ممثلة في كل منسوبيها وفي قطاع العلاقات والإعلام على تنسيقهم وحسن تجاوبهم ونبله واستقبال. ثانيا شكرا للدكتور محمد حسن علوان، وأنا أعرف أنه لا ينتظر مني هذا الشكر ولا يحتاجه، لكن حقيقة من بداية تواصلنا معه للتجهيز والإعداد لهذه الحلقة حتى ختام اللقاء اليوم، وهو يكرمنا بكثير من التجاوب، من الاحترافية، من السرعة، من النبل، على الرغم من أننا نعرف أن لديه ما لديه من ضغوط من أجل إنجاح هذا المعرض. نحن قادمون على حدث أعتقد أنه سيكون الأضخم والأجمل ثقافيا في المملكة العربية السعودية. أذكر أن الشاعر إبراهيم عمر صعابي يقول: تخيرت في الأحباب عمري فلم أجد، مدى الدهر خلا كالكتاب نبيلة، وبدلت بالأصحاب حينا بغيرهم، وما شئت يوما للكتاب بديلة، صديق مدى الأيام يكسوك حلة ويهديك دربا في الحياة جميلة. ألقاكم غدا في أمان الله.